بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بدنا كان لك بلين واسنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكي ان شاء الله انقل حلقات لك بين آل البيت تل صحابه لير، آل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله عليهم. منزله آل البيت وقرانا وآل بيت النبي عند اهل السنه والجماعه. ان البيت يعني قصص حبهم آه, أه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تلد آكو النبي صلى الله عليه وسلم آه آل بيت وين قلنا القابين وقلنا ترئين ننين على السنة والجماعة ورينا كن دي بوم آه فسرنا كن لهم وهبنا احترمنا كن لهم وهبنا نعكان قمدنا كن لهم نعكان كان تل آه آه قابين تل أي على السنة والجماعة نعقرسك ونقن اهل السنه والجماعه جماعة المسلمين أي أمة المسلمين أهل السنة والجماعة ننا رسو مذاهب نسجروا قناوك أهل السنة والجماعة يستو مالكيين آكنا شافعية آكنا أحناف آكنا حنابلة آكنا مالكيين ما مالك سيتبعو ما مالك ما مالك خد أدو أمور فقهية كذلك نيسانك ودو آه حنفيين آه كان ما أحناف ما ما حنيفة ترد أدواء آه آه ني, ني 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 مذهب وري حنابلة كان كردو مذهب الإمام أحد بن حنبل فروا آه كان كذلك يعني مذهب الإمام الشافعي شافعي الفراو آه كان نين نمذاهب الناس الجنين لا حك وكجربدك لا حك نيتور وما مالك هو عكت قدام قابيرة دي برولو والإمام الشافعي هنا أكد كذا نيسانا قدام رول المسلمين ردون رو الواجبون وريخ أهل السنة والجماعة يستوون ناوجن قريو خير الله ناوك إن شاء الله ين نادي ونال نا آه القول الصحيح في المراد بأهل البيت هم من تحرم عليهم الصدقة وهم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المنطلب وهم بني هاشم بن عبد المناف طيب نعال البيت رضوان الله عليهم نين صدقات وجبل ديبم صدقات قاني نين صدقات اوستني ناوا ني ان نيل اكا ال البيت يسترو ال البيت شنو ال البيت عشان يطلق عليه كلمه ال البيت وجبوا لهم نينغن ناوى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وريخ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. انا بن عبد المطلب ناوك، بن عبد بن هاشم، بن عبد المناف. نين ناوك صدقة والجبال ديبهم، وريخ آل البيت يستو ناوكن، والنبي صلى الله عليه وسلم نيسانا كيوخ، هما آل السنة والجماعة نوخ ناوك، آل البيت يستو، أننا ينجن ينوخ. نيسا من أصول أهل السنة أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لهم نين واجبين عبون أهل السنة والجماعة إن جماعة المسلمين إن مسلمين ناوك سنتو سنيين آل البيت إن كلنا كلهم نين واجب رقن حقن وريق ين النبي صلى الله عليه وسلم نيد كن نيرد تفاصيلنا في قهودينا أمور دوريد دي دي ين أمور دينودي ادنكن من سبتند ال البيت محبتنا آه كذلك شنو واجبكن ويتولونهم ويثنون عليهم وينزلونهم مناذل في الشرف والفضل ويحفظون فيهم وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آه كذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يق حيث قال يوم قدير قم أذكر الله في أهل بيتي نحدي سنين الإمام مسلم رواية الإمام المسلم في حديث صحيح آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ناقر قنيس ولا مرقوق يذكركم بآل بيتي لذلك إشارة ديبو وصية النبي صلى الله عليه وسلم تي ينسينا ان النبي صلى الله عليه وسلم وسيخنا آل البيت نحترم نور إن اللوم نور اللهم نافذ السيرنون، نا أكان نا منزل سير، نا لي، نا أستهرا نا لي، اللهم ويتولون أزواج رسول الله أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. طبعا ينير فدر النبي صلى الله عليه وسلم أن كن كان أم وأمهات المؤمنين يستونا وجن وري هنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين نكون حفصة أم المؤمنين نكون أم سلمة أم المؤمنين نكون خديجة أم المؤمنين نكون نا أمهات المؤمنين جن وأننا كذلك نسناكن آمن نبهم وأنه نا كذلك آخذت لي إن شاء الله خصوصا خديجة أم أكثر أولاده

وعثمان بن عفان نارد ليان كان ترغهم مدنورهن يستخبوا أه كتي دين سنك لان آه 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 النبي, آه النبي صلى الله عليه وسلم كان ترغهم عثمان بن عفان واول من امن معه وعادده على امره وكان لها منه المنزله خديجه نقول نورور نيوكن يقولني عيالي النبي صلى الله عليه وسلم خديجه ترغونيريا نرجعن أول آمان در أبو ودور الرنيدي نرمال در أخن نر نر أي در أخن نر در أخن نر مسترسي كبرنا در أخن ما نثبت ند وسري دعواتلي لي قدم تو قريه جابيش تو قرصةي حفظه احفظه قلنا كانيني نان هم بنوي ناقي نا قري نا قاعي ناشان دعواتلي جار وريك الله جار بدر إجله قدم تو قرصةي نر عند دوبته قرصةي نر خريد دوبته نرندن نرندن الخردي دوي ركابيتو تولم وجهي تولم نا نا توجيه سير أتو نا مستير سير دعوات لي تربية لي كذلك يعني نري بشر تدع وتدر دويتو ورك كوسي وجهي تورك وسي حرام سير أتو حلال نين وجبك إن تعليق حفظ كل <سؤال> قريخ نا أمهات المؤمنين رجونا ديبو كذا نيسانك نان مؤمنات يعني نا اسرد ادنا شاهنو نا نسره نيز نتا تاريخ نسق اردنا شحنوق نا منزله نيز جربي ادنا شاهنو واليوم منزله ناري منزله عاليه منزله بهرجن اوات كبيره و والصديقه بنت الصديق عائشه رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لد عائشه

نيسانك جن وريق قريب نبريتهم بكونان نبرل تكون قشرة دسان سعادة كارا دقريب مك لكن لساش عقورهم باق لساتك يوم بورس بقرصان باق قال أكاه تكاه أكاه ونا وكتني الجرب ساق نيسانك جن معناها جن مثال أكون عسى كلهم كون النبي صلى الله عليه وسلم ما فضل عائشة رخ والصديق شو الله وبنت الصديق آه نيجرا آه الصادق آه يعني الصديق أبو بكر رضي الله عنه لقبني والصديق جن كنيتنيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له ما ابو بكر الصديق يستوب برغوخ نريا الصديقه بنت الصديق عائشه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم انكروا له انكلي انكروا شديد انكروا نريا لا نرجن يعني بكر رجري نرجن اي اخر كان لا اري هناك وكين رجن وكين بارستنا وأنتونو ورن الرانكر ورجالي ورجاله مفلتان معناها جن يعني نريا لكن بأ يعني باخري بكر كهانسيغري أي لاري كهانتيري فقط نرجن أري هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخ إنكارو الرجوع ونخرس زيادة أنكروا الرجوع وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كراكا نلن لكر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كرا كان الحقف نردو وانونسك كرخ وان حديث نين حديث متفق عليه جن حديث صحيح جن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ننقى بنودي دي محبه آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم اختصار نهبنيت دون منكن وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته